الزائدة في شهر رمضان بتنوعها ما بين المشروبات والطعام والحلويات، وكل منها يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد من وزن الجسم. فعند المرور باليوم الشاق في الصيام ويأتي موعد الفطور، الجسم بيكون على موعد لتعويض ما فاته طوال اليوم، وبالتالي عدم التنظيم بالطعام يؤدي إلى استقبال الجسم الكثير من الدهون مسببة زيادة الوزن، وهو عكس ما يتوقعه الأشخاص بأنه ينزلوا من وزنهم خلال شهر رمضان. يمكن ميسان بهالوقت بتكتر الأنظمة الغذائية أيضا بهذا الشهر الفضيل اللي بيسعى من خلاله الناس لإنقاص وزنهم، أكيد لحتى نتعرف أكثر عن النظام الغذائي الأمثل بهذا الشهر وأيضا شو الطرق المتبعة للإنقاص من الوزن. معنا أخصائية التغذية الدكتورة دعاء شعبان. يسعد صباحك دعاء. يسعد صباحك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. يسعد صباحك دعاء ورمضان كريم. يعني أول ما يقترب شهر رمضان منلاقي كل هالسيدات والنساء حضروا حالهم انه خلص انا رح ينزل وزني بس نفوت بشهر رمضان، بيخلص الشهر بيصير عكس هالشيء، شو السبب؟ فعلا ميسان مثل ما عم تحكي اغلب السيدات خلال شهر رمضان، يعني حتى وقت تكون بالعياده بيجوا لعندي بدنا برامج غذائيه بدنا ننحف حالنا وكلياتهم بيخططوا، وانا برمضان بتكون ساعات الصيام طويله بقى عدد الوجبات قليله بقى انا بالتالي اكيد حانحف. في ناس بيتفاجئوا مثل ما حكيتي بالعكس بوصلوا اخر رمضان على العيد زايدين 4-5 كيلو او كيلو كيليين، يعني مو اكثر من هيك، في ناس كمان بيزيدوا اكثر. هلا السبب بهذا الشيء انه الفتره اللي نحن عم تكون بين الافطار والسحور اغلب الناس عم تقضيها بالاكل، يعني من وقت ما يأذن المغرب لوقت ما يأذن الفجر بيكون متواصل اكل متواصل مثل مشتهين الحلويات هالفواكه هالاكل. السفره بتكون غنيه برمضان مثل ما بنعرف، يعني سفره رمضان بتكون غير عن باقي الايام السفر العاديه، بتلاقيهم بقى بلشوا يتنوعوا ستات البيوت بهالطبخات فالاكلات بقى صاروا ياكلوا مثلا مثل القطايف كحلويات، بتلاقي ما عاد صار في وقت طويل مثلا بين الوجبات، مثلا ما يتركوا فترات طويله كل ساعه او كل نص ساعه نحن ندخل وجبات ان كان فواكه ان كان هالحلويات المعروك القطايف الحلويات العربيه او حتى ان كان المائده نفسها هي تبع سفره الافطار. هلا اغلب السيدات بنلاقي على سفره الافطار دائما موجوده الكبه والقطايف، يعني هي عفوا والسمبوسك المقليه هي دائما بتكون موجوده، باستثناء طبعا الوجبه الرئيسيه بتكون موجوده اصلا على الطبق مشان هيك. المقبلات كثيره كمان، يعني تمام بقى المقبلات لحالها هي فيها سعرات حراريه عاليه انه مقليه، ما عدا الوجبه الرئيسيه ما عدا المشروب العصير اذا كان كمان اختياره خاطئ بسبب زياده وزن، ما عدا النقرشات اللي عم تكون بين الافطار والسحور. يعني دعاء اكيد نحن بنحب نذكر مشاهدينا انه اي شخص حابب يتواصل معنا ويستفسر عن اي نظام غذائي بشهر رمضان فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 011-44-37-30-4. يعني دعاء مثل ما حكينا انه الشخص بيتفاجئ بعد شهر رمضان انه هو زاد وزنه وما قل، لكن في بعض الاشخاص بحبوا انه يحافظوا على وزنهم، يعني لا بدهم يزيدوا ولا بدهم ينقصوا، هون شو بتنصحيهم؟ هلا اهم شغله انه نحن كيف نحافظ على وزننا خلال شهر رمضان ونحن ما ننحف ما نتعرض كمان لامراض او يصير عندنا مثلا نحف او خمول، بتعرفوا خلال الصائم بيكون تعبان، وبالتالي اللي حابب مثل ما هو يضل. هلا اول شغله يعني الاختيار الذكي لسفرة الإفطار، يعني هي أنا أهم شغلة بلاقيها إنه نحن نعرف كيف نختار العصير ما يكون سعرات حرارية عالية. مثلا عندنا العصائر اللي هلأ سعرات الحرارية بتكون منخفضة وبتروينا شعور العطش، عندنا عصير البولوم العصائر كتير ممتازة، هو عبارة عن ليمون ونعنع، وإذا نخفف له سكر بيكون عصير ممتاز تقريبا سعرات حراريه فيه ما بتعدى اكثر من 25 كالوري. هلا عندنا التمر هندي كمان اذا ما بتحليه ست البيت كمان من المشروبات الرمضانيه المفيده لجسم الصائم، وكمان بتعطينا بتشبع شعور العطش وما فيها سعرات حراريه. ممكن نحن نختار عصير البرتقال. هلا في شغله، في ناس وقت يعملوا عصير بردقان انا دائما بنبه انه ما نعصر بالبردقان عصر، لا بالخلاط، لانه اذا نعصره كاسه عصير بدنا 4-5 بردقانات لتعبي كاسه واحده، اما بينها بالخلاط ممكن بردقانتين ثلاثه مثلا توزع على كل الموجودين على الصفر إذا كان طريقة الخلط وصفيناهم، يعني بهالطريقة نحن بنكون عملنا أخذنا طعمة البردقان بطريقة ذكية ما بنكون فوتنا سعرات حرارية عالية. هلأ كمان الفريز متوفر، ممكن نحن حبتين فريز مع ليمون بيمشي الحال. في عنا كمان عصير المشمش، عنا الأمر الدين كمان إذا ما حليناه إذا نقعناه وأخذنا مركز بسيط ومدّدناه بالباقي مي، يعني ممكن عصائر ما تكون فيها سعرات حرارية عالية وبنفس الوقت بتكون مفيدة لنا. ثاني شيء دائما بطلب من الناس انه يبلشوا وقت على الفطار، او اهم شغله وقت نحن بلش فتره سفره الافطار عفوا دائما بلش بكاسه مي، هذا طبعا طبيعي، بعدين تمره. هلا
المحبذ والافضل لحتى نحن ما ناكل كميات كبيره ونحافظ على وزننا نستنى 10 دقائق لثلث ساعه. يعني ممكن الصائم يروح يصلي صلاه المغرب بعدين بعد ما ياخذ كاسة المي والتمره بعدين يبلش بالافطار تبعه، ودائما نهيئ المعده قريج. مثل ما بنعرف الصائم بيكون صايم شي 16 ساعه هلا، مثل يعني مثل وجبه الفطور بالايام العاديه، ما فيك دغري تدخلي عليها هي الاكلات الدسمه، نهيئها بسلطه بشوربات، شوربه عدس، شوربه خضار، شوربات خفيفه، بعدين بلش الوجبه الرئيسيه. عن جد هالنقطه كثير مهمه دعاء، لانه بعدين اثار الاكل ونتائج الاكل بعد الافطار بتصير بتظهر والخمول ببلش تبين. تمام، خاصه هلا كمان في طلابنا هلا عم يقدموا فحوصات، هي كثير ما بدي هلا افوت بموضوع ثاني، بس انه بدي ركز عليها هي النقطه للطلاب للامهات، مثلا اذا الوحده عندها بيت، اذا كمان اكلت وتخمه عندها بعدين اغراض البيت تظبطهم. وبعدين في عندنا اداء هلا، في عندنا كمان اجواء روحانيه، ان كان صلاه ان كان قراءه قران، هي كلياتها بتاثر علينا، يعني بتاثر، بتلاقي صار الشخص خامل وما عاد له قدره يتحرك. يعني حكينا كيف الأشخاص بيقدروا يحافظوا على وزنهم، لكن في ناس مثل ما ذكرنا بالبداية بيكونوا أخذين خلاص قرار إنقاص الوزن بس ما عارفانين شو هو النظام الغذائي اللي لازم يتبعوه لحتى يخسروا العدد الكيليات اللي يمكن معينة بيخسرها الشخص خلال شهر. يعني هلا ميسان حاحكي بشكل عام، هلا طبعا ما فينا لا هون نحن نعطي لكل شخص لازم يكون في برنامج تمام، هلا حاحكي بشكل عام نصائح كيف الواحد يطبقها انه ينحف برمضان. هلا اول نقطه، ستات البيوت اللي بيحطوا سمنه يلغوا لنا السمنه يبدلوها بزيت نباتي ونخفف الكميه. هلا ما راح اقول مثلا نعمل هلا نظام غذائي مثل الايام العاديه، نخفف كميه الاكل اللي عم ناكلها بالتدريج، يلي بياكل صحن كبير رز يساوي صحن وسط، يلي بياكل صحن وسط صحن صغير. نخفف دائما الكميات، نحن ما بدنا نلجا نعمل ريجيمات قاسيه برمضان، مثل ما بنعرف نحن بحاجه مغذيات، بحاجه فيتامينات، معادن، هي كلها الصائم بيكون بحاجتها، كمان نعمل ريجيم قاسي هذا بيضرنا بزياده. اهم شغله نخفف الكميات بالتدريج، نستبدل العادات هلا السيئه بعادات صحيه، السمنه نبعد عنها، زيوت نباتيه تكون زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، اي زيت يكون، ما بدنا سمنه نهائيا، دائما ندخل السلطات، ما ننسى المي وموضوع الرياضه اللي العالم بيهملون برمضان، بيفكروا برمضان نحن ما عاد فينا نلعب رياضه، هلا بنقدر نحن بعد وجبه الافطار بساعتين نلعب رياضه. وبحب خبر الصائمين انه كل التراويح مثلا كل ركعه انتم عم تقوموا فيها 20 كالوري حرق سعرات حراريه، حتى قراءه القران لمده ساعه فيها 90 كالوري سعره حراريه حرق، حتى ستات البيوت اللي عم يطبخوا بالمطابخ كل ساعه طبخ فيها 90 كالوري نحن بنحرق فيها، بقى هذا كلياته بيساعدنا على تخفيض الوزن خلال شهر رمضان. هي اذا وزعنا، اذا بنحكي على فتره الافطار، هلا بدنا نحكي بين وجبه الفطور والسحور، دائما ما ننسى انه نحن ناخذ الفواكه، هلا مثل ما بنعرف فواكه موسميه مليانه خوخ مشمش اكيدنيا، بحب ذكرهم يركزوا على الفواكه تكون عاليه بالبوتاسيوم مشان موضوع العطش خلال فتره الصيام، يعني المشمش الاكيدنيا نحن امر الدين هي كلياتها بتكون عاليه بالبوتاسيوم، الموز التمر دائما ركز عليها الدبانه هون دائما ركز عليها خلال مرحله بين الفطور والسحور. بعدين الساعه 12 ممكن ناخذ وجبه خفيفه، ممكن ناخذ رز بحليب مهلبيه مشان ناخذ الكالسيوم، ممكن ناخذ كاسه لبن، وبعدين بفضل وجبه السحور تكون بوقت متاخر، كله ما يكون محلها كثير يمكن دعاء. تمام، اكيد ما يكون طبعا محلها، هلا هي كلياتها صناعات منزليه ما حيكون فيها هذا السكر الكبير، ونحاول قدر المستطاع نخفف الحلويات ما نلغيها نهائيا، حقول صعب لانه الصائم بيشتهي موضوع الحلو. دعاء نحن رح نكفي حديثنا، لكن معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير. الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا. انا ابو عمر. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ان شاء الله كل عام وانتم بخير على رمضان. انت بخير يا رب. بدي اسال على العصائر عم بشرب كثير عصير على الفطور، عم بيصير معنا هيك تلبك رئوي ووجع بالمعده. بس بدنا نسأل على هذا الموضوع، موضوع العصائر. شكرا كثير للاتصال. يخلينا اياك. شكرا لك. فعلا هي النقطة عم يحكي عنا موضوع العصائر وكثرة المي، بصير عنا نفخة وتلبك معوي، بيكون الصائم بحاجة انه يشرب مي. دائما نقي العصائر الخفيفه من نقيه الثقيله، يعني هلا في ناس مثلا كذا نوع فواكه بحطوه مع بعض، ما بفضل هذا الشيء، نقي نوع واحد او نوعين ان كثرت. مثل ما ذكرت عصير البور والعصائر كثير منيحه وما بسبب تلبك معوي، واذا هو من الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالمعده بفضل كمان يبدا بكاسه لبن، كاسه لبن هو كثير منيحه بتحسن خمائر المعده، بتساعدنا على الهضم، اذا هو من الاشخاص اللي بتضايق من موضوع العصائر، خاصه هلا في ناس بتضايقوا موضوع البردقان، بتضايقوا من التمر الهندي، كثير بتضايقهم موضوع الهضم عندهم، تعمل لهم نفخه وتلبك
تطبق معوي، بفضل اذا هو من هالاشخاص هي ببلش كاسه لبن افضل من انه موضوع العصير. ممكن يتناول العصير بعد ما يخلص فطوره بساعه يكون طبيعي ساعتين. يعني يكون طبيعي، المشروبات تكون طبيعيه مثلا. تمام تمام. مش عم بنشوف هلا الجلاب، بنشوف كمان غيره يعني من المشروبات، المشروبات الغازيه كمان، هي قديش بتاثر على موضوع التلبك المعوي؟ هلا المشروبات الغازيه لازم، هلا يعني نصيحه مني، بفضل ما تكون موجوده نهائيا على السفره شهر رمضان نهائيا. تمام. لانه نحن الايام العاديه نقول نبعد عنها، نخفف منها، خاصه على سفره رمضان. المشروبات الغازيه، المشروبات الجاهزه اللي بتكون سكر وعليها ملونات، هي كلياتها ما بتفيدنا، هي عباره عن مي وسكر وملونات صناعيه، ما حتفيدنا نهائيا. دائما نحن بنفضل المشروبات الطبيعيه، نلجا لها، نبعد عن المشروبات الصناعيه لحتى ناخذ المغذيات، ناخذ الفيتامينات والمعادن، وما يحصل عنا اي تلبكات معويه خلال هي الفتره نحن اللي عم تكون عنا، اللي عم نفطر فيها. لانه بضل الصائم بضل بطنه واجعه، اول خاصه اول اسبوع برمضان بيكون لسه جسم ماله متعود. نحن نهيئ جسمنا بالتدريج انه ندخل العصائر بالتدريج، السلطات بالتدريج، الاكل بالتدريج، لحتى ما نعاني من اي مشاكل هضميه. كمان معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح النور، كيفك دكتوره؟ اهلا وسهلا، تفضل. كل عام وانت بخير. دكتوره، بس مشان وجبه السحور، يعني شو يفضل كوجبه؟ كونوا عم نتأخر بالأفطار. شكرا كثير لاتصالك. هلا وجبة السحور دائما نفضل تكون غنية بالبروتينات، البروتينات من المواد اللي بتعطينا فترة إشباع أكثر، ودائما ما يكون على السحور خبز أبيض. هلا دائما نحن وقت الأيام العادية بنشجع على الخبز الأسمر، هلا هو مو بس للريجيم، بس لحتى نحط نقطة على هذا الموضوع، مثل ما قال المتصل إنه بده شيء يشبعه. الخبز الأسمر بيرفع لنا مستوى السكر بالدم بالتدريج، فبالتالي بيزيد عنا فترة الشبع أكثر، نحن ما بنجوع. وثاني شغل البروتين كمان بيزيد عنا فترة الشبع أكثر. هلا البروتينات مثل شو؟ احنا ممكن نفطر نتسحر بيض، ممكن نتسحر حمص مدمس، فول مدمس، نحن ممكن كمان نتسحر الاغذيه الغنيه بالبروتينات. عندنا المسبحه كمان غنيه بالبروتين، وحاول قدر المستطاع نبعد عن الاغذيه المالحه، يعني الجبنه، الزيتون. الزيتون يصنف ضمن المخللات، مثل ما بنعرف طريقه صنعه بدها كميه كبيره من الملح، بفضل يبعدوا عنا، يعني زيتون بلا لبنه، جبنه عفوا لبنه، يا اما جبنه تكون قليله الملح، يا اما مسبحه، يا اما فول مدمس، يا اما بيض. يمكن احنا بنشوف بالعكس، يعني دعاء، نحن عم نشوف انه الفتات والمدمس عم يكون موجود على الفطور، ما عم يكون موجود على السحور، وعم يجئوا للجبنه واللبنه يمكن والحواضر على الفطور، على السحور عفوا. هلا ما في مانع منا ميسان تكون موجوده على الفطور، اذا اخذنا كميه قليله يكون بشكل معتدل، بس انا بفضل دائما هي الاكلات. في ناس كمان بيسالوني ما بيعطش، طيب الفول؟ كثير بيسالوني هالسؤال. لا، انه الثوم عندهم معلومه انه بيعطش، الثوم ما بيعطش، والملح وقت تضيفوه بكميات كبيره بيعطش. بالعكس الفول وجبه كثير متكامله، ان كان غنيه بالحديد، الفول بقدونس فيه فيتامين سي بيثبت الحديد، والبندوره كمان فيها فيتامين سي كمان بيثبت لنا هذا الحديد. زيت الزيتون من الزيوت كثير مهمه لجسمنا، بقى هي عباره عن وجبه متكامله، اذا اخذناها مع رغيف خبز اسمر بتحافظ لنا على هي حاله الاشباع. ودائما كمان ما ننسى المي، في شغله بدي اذكر فيها، ما نجمع انيه المي او المشروبات كلياتها او المي قبل تمام قبل السحور. يعني عندنا من 3 ل 3 الى ربع، 3 الى 10 لوقت اذان الفجر عم يكون عندنا شرب كميات هائله من المياه. طبعا لا، مو هيك القضيه، نحن لازم نوزع المي. يعني ميسان نحن فطرنا كاسه مي، فطرنا بكاسه مي، بعد الفطور بنص ساعه تهدى معدتنا، ندخل بقى كل ساعه نص ساعه كاسه مي لحتى نوصل ل 8 ل 10 كاسات مياه. هلا انا بفضل 3 لتوره لازم نحن ناخذ سوائل عن طريق المي، طريق المشروبات الطبيعيه، وعن طريق الشربات، لحتى ما يصير عندنا جفاف. بنعرف هلا الشوب كثير، يعني بيوصل الصائم لعند الفطور بس بده يشرب كاسه مي، لا بكفي كاسه مي واحده تدخل انت بالاكل تبعك، بعدين دخل الاغذيه. كمان دعاء، نقطه كثير مهمه هي المشروبات، ودائما كاسه المي لازم تكون حاضره اول شيء. دائما بعض الاشخاص هن بيتناولوا المي بفترات ما بين الافطار والسحور بشكل معتدل، لكن بيجي لقبل السحور بيتناولوا كميات اكبر لحتى بيقولوا يمكن خزن، يعني يكون في مخزون اكثر بالمي. ثاني يوم تمام، هون شو بتقولي لهم؟ بحب اقول لهم المي متخزن بالجسم، بيلاحظوا اللي عم يشرب كميات كبيره مي قبل ما يقدن، حيقضي طول الليل بده يفوت على الحمام وما راح ينام، حيعمل له ارق لانه عم يخزن، عم يروح على المثانه، ونحن المثانه تتفرغ. بقى ان بدك تحافظ على رطوبه جسمك، على رطوبه الجلد، على حتى جسمك ما يعطش ثاني يوم، نوزع هي المي بدل ما تشربها انت دفعه واحده قبل ما يقدن اذان الفجر. لا، نحن ممكن نوزعها خلال الافطار لحتى وقت السحور. بقى وزعوا كاسات المي، ودائما حاولوا نوعوا، وفي شغل
شغله بنبه عليها، الناس بيشربوا مثلا فنجان قهوه قبل ما يقدن الصبح انه مشان منيح مشان نحن ما يوجعنا راسنا ثاني يوم. كمان هي كمان شغله غلط، او كاسه الشاي، لانه هدول عاليين بالكافيين بيسحبوا لنا موضوع المي، بتخلي عنا اضرار للمياه اكثر، بنفوت على الحمام اكثر، بيروحوا السوائل من جسمنا. بقى الكافيين اللي بيكون غني بالقهوه بالشاي بالمشروبات الغازيه كمان، غير انه بتعمل لنا تلبك معوي عاليه بالكافيين. الشاي الاخضر اللي هلا جماعه الرياجين بيشربوا شاي اخضر كثير وزنجبيل، ما نكتر منه، هدول فيهم كافيين كمان. يعني احنا ما نشرب بريق شاي اخضر، بكفي كاسه كاستين باليوم. طبعا مرضى الضغط يخفف منهم او بيرفع لنا الضغط. يعني اللي بده يعمل رجيم في مشروبات معينه ما لازم يتناولها بشهر رمضان، او في كميات محدده لازم يتناولها؟ هلا نحن لازم ننتبه على موضوع المشروبات والكميات، يعني النوع والكم. يعني هلا ممكن نوع يكون كثير ممتاز وما في سعرات حراريه، بس اذا شربنا منه كميات كبيره حيضايقنا. هلا مثل ما ذكرت الكوكتيلات نبعد عنها، يعني ما يكون نحن عندنا حليب وموز، ما يكون عندنا فواكه كثير نحطها مع بعضها لحتى ما يصير عندنا سعرات حراريه عالية. بكفي قطعه فواكه وحده تنعصر لكل كاسه فيها 60 سعره حراريه، ما بدنا اكثر من هيك. واللي حاب يخفض وزنه مثل ما ذكرت عصير البورو الليمون الوحده فيها 25 كالوري، يعني احنا ممكن بليمونتين نعمل لست اشخاص او لخمس اشخاص اذا كترنا نعناع ونخفف موضوع السكر. هيك بنكون حصلنا على مشروبات طبيعيه وانخفضت السعرات الحراريه كمان. يعني اليوم بنهاية حديثنا دعاء، شو بتحبي توجهي نصائح عامة لكل الأشخاص اللي عم يتبعوا أنظمة غذائية خلال شهر رمضان المبارك؟ أول شغلة ما ينسوا موضوع المي مثل ما ذكرنا يوزعوه. ثاني شغلة الصيام، مو يعني ما عاد في رياضة، في له الصائم يلعب رياضة بعد الإفطار بساعتين أو قبل الإفطار بساعة ونص ساعتين. دائما نوزع وجباتنا، يكون عنا الإفطار بعد بساعتين وجبة، بعدين كمان وجبة على الساعة 12، وجبة السحور كمان. نحاول نخفف قدر المستطاع من الحلويات، ما نحرمه منها، بس دائما إذا عم تكون شغل منزلي إذا سمبوسك أو قطايف نعملها قطعة صغيرة لحتى ما ناكل منها كميات كبيرة، وناكل قطعة ما تكون فيها عالية السعرات الحرارية. وبالاخير بحب اقول للجميع كل عام وهن بالف خير، وان شاء الله هيك قدر المستطاع يقدروا يتابعوا النصائح تبعنا. بنعرف شهر رمضان شهر الخير وشهر الصفر العامره، بقدر المستطاع يضبطوا نفسهم هالشهر، ما ننزع اللي عملناه طول السنه. يعني نحن بنتشكر كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها دعاء، وبنتمنى لكل الاشخاص انه يكون صيامهم ان شاء الله مقبول، وانه يحققوا يعني يلي لازم يحققوه من رجيم اذا حابين يعملوا، او ايضا انه يحافظوا على وزنهم وما يزيد خلال هذا الشهر الفضيل. شكرا كثير لك دعاء. شكرا لكم. شكرا لك اخصائيه التغذيه الدكتوره دعاء شعبان. شكرا لك اريج.